إذا متابعينا الكرام، بعدما قامت إسبانيا من خلال اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بالدعوة إلى إحصاء مخيمات الذل العار في تندوف باش نعرفوا بطبيعة الحال شكون اللي كاين تما، شكون اللي جاي من مالي، شكون اللي جاي من موريتانيا، شكون اللي جاي من تشاد، لأنه كما هو معلوم للمجتمع الدولي راه ما كاينش شي حاجة سميتها صحراويين في مخيمات الذل العار في تندوف إلا واحد نسبة قليلة اللي مازالت محتجزة، أما الأغلبية الساحقة فهم هل لمهرب، هل لمتاجر في المخدرات، هل هو إرهابي. نظام حضارة الجزائر جمع جميع يعني الأشكال الإجرامية في مخيمات الذل العار في تندوف. لكن الموضوع ديالنا متابعينا الكرام وهو السعار اللي هو كان منتظرا لنظام حضارة الجزائر بسبب هذه الدعوة ديال إسبانيا في الأمم المتحدة. بدأوا مجددا كيتهجموا على إسبانيا وأن المغرب يمارس ضغوطات على إسبانيا وأن المغرب يتحكم في إسبانيا وكل تلك البروباغاندا والأقاويل اللي كيطلقوها دائما بمجرد أنهم كينهزموا. لكن المضحك هنا، المثير للسخرية هنا، وهو أنهم قبل أيام قليلة فقط كانوا يقولون ويروجون، وأقصد هنا بطبيعة الحال الدباب الإلكتروني والإعلام ديال نظام حضارة الجزائر، كانوا يقولون على أن إسبانيا انقلبت على المغرب، وكانوا يروجون على أن إسبانيا خضعت للجزائر وأن إسبانيا تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية وأنها سحبت الاعتراف ديالها بمغربية الصحراء وكل تلك الأقاويل. وكانوا كيروجوا للخطاب ديال بيدرو سانشيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة ورجوله على أنه انتصار وما إلى ذلك. فإذا بهم اليوم رجعوا يتهجموا على إسبانيا وكيقول لك إسبانيا ما زالت خاضعة للمغرب، يعني واحد السكيزوفرينيا عجيبة جدا. حتى الدماغ التافه ديال البصبعي ما غادي يفهم والو. واش غادي يفهم بأن إسبانيا انقلبت على المغرب، ولا غادي يفهم الآن اليوم بأن إسبانيا مازال مع المغرب ومازالت تعترف بمغربية الصحراء وأن المغرب يتحكم في إسبانيا ويضغط على إسبانيا وكل تلك البروباغندا اللي خارج بها الآن النظام الحاضرة ديال الجزائر من خلال الأبواق الإعلامية ديالو، اللي كيقول على أن إسبانيا من خلال الدعوة إلى إحصاء مخيمات تندوف هي مازالت خاضعة للضغوطات المغربية. دابا فهمونا، واش إسبانيا انقلبت علينا ولا مازال ما انقلبت علينا؟ هذا دليل متابعينا الكرام على ان حتى البروباغندا ديالهم هي بروباغندا فاشله. كيكذبوا كينساو، كيكذبوا وكينساو، لدرجه على ان حجم التناقضات اللي كاين في الخطاب الرسمي ديال نظام حضاره الجزائر مضحك ومثير للسخريه. وحتى البصبعي الجزائري المستحمر فاش كيحاول يدير شي شويه ديال التحليل، البارح كنا كنقولوا إسبانيا انقلبت على المغرب واليوم كنهجموا إسبانيا، كنهجموا على إسبانيا وكنقولوا إسبانيا ما زالت خاضعة للضغوطات المغربية وكل تلك الأمور. والبارح بطبيعة الحال يعني خلال الأيام القليلة الماضية كانوا كيروجوا على أن سانشيز ما غاديش يبقى في الحكومة وغادي يجي رئيس حكومة جديد. اتضح على أن سانشيز مازال كاين وهو الآن اللي تعطى ليه الإذن من الملك ديال إسبانيا باش يشكل الحكومة. يعني كاع تلك البروباغندا اللي كنتو كتوجدوا ليها باش تقولوا على ان هناك انتصار وهمي بين قوسين في العلاقات ديالكم مع اسبانيا، ما كاين منها والو. لانه كما هو معروف ونذكر متابعينا الكرام على ان حضاره الجزائر قطعت العلاقات ديالها مع اسبانيا لان اسبانيا اعترفت بمغربيات الصحراء. والان هناك تخبط مضحك غبي مثير للسخريه لنظام حضاره الجزائر من خلال هذا الموضوع ديال إسبانيا، خصوصا الآن وأنها قامت بالدعوة إلى إحصاء مخيمات الذل العار في تندوف. نظام حضارة الجزائر يرفض إحصاء الساكنة ديال مخيمات تندوف. علاش؟ لأنه إذا تم الإحصاء سوف تنهار البروباغندا ديال النظام الجزائري، سوف تنهار كل الأكاذيب ديال النظام الجزائري. ما كاين لا لاجئين ولا هم يحزنون. في مخيمات تندوف كاين عصابات، كاين إجرام، كاين تجار مخدرات، هل يجي من موريتانيا، هل يجي من مالي. وهادشي بطبيعة الحال نظام حضارة الجزائر ما بغاش يتفضح هذه المسألة هذه. الآن إسبانيا تدعو إلى إحصاء مخيمات تندوف، ونظام حضارة الجزائر في سعار كما العادة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.